فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند إرادة اختيار المؤذن، فهل ينظر لعلو صوته وارتفاعه أم لجمال صوته ونداوته؟ كليهما، لارتفاع صوته ولنداوة صوته وحسن صوته. ما إذا كان حسن الصوت ولا يسمعونه الناس، مش الفائدة؟ نعم، لا شك أن ارتفاع الصوت أولى من نداوة الصوت. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.